subsequent movie film. حلقة جديدة هنا في استفلا رياكشن على هوم سينما. تريلر رياكشن جديد لفيلم انا بصراحة انا بحبه جدا وكنت منتظره من زمان ومتوقعتش خالص ان هم هيعملوا جزء تاني بعد مش عارف اكتر من 10 سنين على ما اعتقد، لان الجزء الاولاني كان نازل 2006. زي ما انا قلت لكم في التريلر اللي قبل ده او الفيديو اللي قبل ده، انا هبقى اكون لابس نفس التيشيرت، هيبقى فيه كذا تريلر رياكشن ورا بعض، هعمل كذا تريلر رياكشن يعني ورا بعض. الفيلم اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو فيلم بورات. ما اعرفش، في ناس كتير ممكن تكون ما تعرفش الفيلم ده اصلا، بس انا عن نفسي انا بحب الفيلم ده وبجد بيضحكني جدا. الناس اللي ما تعرفش بورات، كان الجزء الاولاني بتاع 2006 تقريبا واحد من اطول اسامي افلام في السينما في التاريخ، بعد تقريبا دكتور سترينج لاف. كان في فيلم نازل قديم قوي في ناس كتير برضو ما تعرفش الفيلم ده، اسمه دكتور سترينج لاف اور هاو اي ليرند اور ستوب لافينج اند وير وورينج اباوت ذا بوم، حاجه زي كده. كان في فيلم طويل اسمه طويل كده. بورات بقى تقريبا يعتبر من تاني اكتر افلام اسم طويل يعني. الجزء الاولاني كان اسمه بورات، انا حتى مش حافظ اسمه فانا بقراه دلوقتي يعني، اسمه بورات كالتشرال ليرنينجز اوف امريكا فور ميك بينيفيت جلوريوس نيشن اوف كازاخستان. ده الجزء الاولاني كان اسمه كده. الجزء الاولاني كان بصراحه عظيم، واللي ما يعرفش برده كان مترشح اوسكار. الجزء الاولاني كان احسن سيناريو لساشا بارون كوان. الجزء الثاني، الموضوع ده طلع النهارده او امبارح، ان كان الجزء الثاني بتاع فيلم بورت اللي كان المفروض هينزل، هو المفروض هينزل السنه دي في اكتوبر، كان اسمه برضو قدامي هنا عشان مش حافظ الاسم، اسمه بورت جيفت اوف بورنوغرافيك مونكي تو فايس بريمير مايكل بنس تو ميك بنفيت ريسنتلي ديمينيشد نيشن اوف كازاخستان. ده كان اسم التايتل، وبعد كده اتغير ما اعرفش ليه لحد دلوقتي بصراحه، ما عدتش ادعبس يعني ادور ورا فكره ان هم غيروا اسم الفيلم يعني التايتل بتاعه، ما اعرفش هم غيروه ليه. فهم غيروا الاسم، بقى اسمه حاجه ثانيه، بقى اسمه بورات او بورات 2 ديليفري اوف بروديشس برايب تو امريكان ريجيم فور ميك بنفيت وانس جلوريوس نيشن اوف كازاخستان. فغيروا الاسم، انا حقيقي ما اعرفش ليه يعني، غريبه قوي يعني. انا مش فارق معايا على قد ما انا فارق معايا اتفرج على الفيلم يعني، مش فارق معايا غيروا التايتل ليه، سواء التايتل ده او التايتل ده، فمش فارق معايا كتير. الكاست طبعا هو ساشا بارون كوين هيطلع بورات. الناس اللي معايا دايما بتطلع ناس حقيقه، هو مش يعتبر زي فيلم حقيقي للناس اللي ما تعرفش الفيلم، هو يعتبر فيلم يعني، فيلم ومش فيلم يعني. الاحداث اللي بيعملها هو في الفيلم بيعملها بجد، الناس اللي ممكن تطلع معاه ممكن ما يعرفوش ان هو فيلم يعني، زي ما تقولوا كده برضو، مش عايز اسميه ان هو برانك يعني. هو بيطلع اساسا ان هو مثلا جورناليست في كازاخستان، واتقبض عليه كذا مره بسبب الموضوع. الفيلم ده الجزء الاولاني اتقبض عليه كتير، هو اتقبض عليه كتير قوي يعني، مش اتقبض عليه مره واحده، اتقبض عليه كتير يعني. وكان عامل فيلم تاني اسمه برونو، بس انا بصراحه ما بحبوش. من احلى افلامه هو فيلم ديكتيتور، انا بحبه جدا وبيضحكني بجد جدا. كان عامل علي جي، وكان عامل حاجات كتيره، كان عامل برضو هيوجو بس هو مش بطولته، كان عامل سوني تود مع جوني داب، كان طالع الحلاق بس هو برضو ما كانش بطوله، جوني داب اللي كان بطوله. وكان عامل ريسنتلي حتى مسلسل برضو، كان انا فعليا كنت عايز اتفرج عليه بس للاسف ما اتفرجتش عليه، اسمه سباي، طالع هو طالع جاسوس، كنت عايز اتفرج عليه بس مع الاسف ما شفتوش. مخرج الفيلم جيسون ويلنر، ده اول تقريبا اول تجاربه السينمائيه، كان على طول بيعمل مسلسلات وكده، طبعا من كتابه ساشا بارون كوين، واحد تاني معاه اسمه بيتر بينام. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ورا مره بتاع فيلم بورات الجزء الثاني، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. 14 years ago, I released a movie film which brought great shame to Kazakhstan. I go to America! Borat! What do you say? Borat. No, it's not me. Borat, come back! People make recognize my face. I would need disguises. I will take this to be a fat like American man. Yeah? This is a good one. Where is his crumb? I'm here to give my daughter as a gift to someone close to the throne. I need a dress with real sexy peels. This is a bag that just goes over the dress. Very nice. With a baby on it. I have a baby inside me. Can you take it out? No, we cannot. That's not what we do here. I feel bad because I was the one who put the baby in her. Did you ever put one in your daughter? No, I did not. I hope quarantine never ends. What is more dangerous, this virus
or the Democrat? Democrats. Democrats. Killing some of the virus. No, you can't see the virus. No, it's still there. If you think you see a virus go like that, this makes the virus sleepy. And then when it's sleeping, coronavirus remains low. As the president said yesterday, we're ready for anything. Michael Penis, I brought the girl for you. Borat's subsequent movie film. You fist me. Right. Now I fist you? Right, there you what go. Do you prefer? You fist me or I fist you? Same time. Fist each other. Right? Yeah, there you go. اوكي هو الفيلم يعني مش اي حد يتقبل نوعيه الكوميديا اللي بيقدمها ساشا بارون كوهين بس انا بصراحه بحبها جدا والفيلم ده اصلا الجزء الاولاني انا بيقتلني ضحك بصراحه ضحك السنين طبعا يعني والمشهد الاخير بتاع ترامب ده اللي هو شايل بنته ولا مش عارف اللي هو ساشا بارون كوهين بورت يعني شايل بنته داخل بيه على بايدن ولا مش عارف كان مين ده ما خدش بالي تقريبا بايدن على ما اعتقد المرشح المنافس يعني بتاع دونالد ترامب وداخل بيه يا لهوي يعني الفيلم ده شكله هيبقى مسخره والجزء الاولاني لما راح امريكا ما كانش حد يعرفه اصلا الجزء الثاني بقى عشان خلاص كانوا عرفوا بورت ففي معظم الناس كانوا شافوا يعني الفيلم وكده فعرفوه حتى في الشارع طلعوا يجروا وراه ده في اول تريلر طلعوا يجروا وراه بالموبايل وعايزين يصوروه يعني حط بلاستيك باج في دماغه يعني ضحك السنين يعني ده طبعا برده مش هينزل في السينما ده هينزل في المنصه بتاعه امازون برايم هيبقى متاح يوم 23 اكتوبر طبعا وش هتفرج عليه ده بكل تاكيد وطبعا وش برده هيبقى ليه مراجعه يعني انا نسبه رقوبي للفيلم ده هي 9 من 10 انا بحب الفيلم ده جدا وبحب ومتحمس بجد اشوف الجزء الثاني يعني بس ما عنديش اي حاجه ثانيه اقولها على الفيلم اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات ثانيه قريب ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم وما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب للشانل الثانيه اللي اسمها هوم الون هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن ولو حابين تدعموا القناه دي ماديا هسيب لكم اللينك بتاع باي بال وباتريون في الديسكربشن وباي باي بورات سبسيكوينت موفي فيلم